الصوم قضية إنسانية عامة. شلون يعني الصوم مراد به إصلاح المعدة وإصلاح الروح وترتيب أثر اجتماعي، ولن ثلاثة أهداف عامة. إصلاح المعدة، الإنسان السنة كلها يكدش منها الطعام، تجي لي فترة شهر يريح المعدة شوي، الفضلات اللي عنده تحرق، يقوم يتحكم بغريزته، يتحول إلى إنسان عنده إرادة، بدل أن تشوق الغريزة إلى الطعام تشوق الغريزة إلى التفكير بأن الطعام ما المقصود من عنده أن يكون غاية، لا، المقصود من عنده أن يحفظ الجسم عن الموت. بس الدنيا مو كلها أكل، بس أكل أكل، لا، خليك تتحكم ببطنك شوي، تحكم غريزتك، تحكم بغريزة الجنس. مو دائما أنت الجنس تطلق العنان للجنس، إذن شو الفرق بينك وبين الحيوان؟ خليك تقدر تسيطر على الجنس، لأن إذا قدرت تسيطر على الجنس باكر تقدر تسيطر على روحك، ما تتعدى على أعراض الناس. لكن إذا أصبحت الغريزة الجنسية تغلبك حولتك إلى مجرد حيوان. كذلك إذا أصبحت غريزة البطن تغلبك حولتك إلى إنسان يشتر الطعام، يريد يتحكم بغريزك الأخرى، غريزة الغضب مثلا. إذا شاتمك أحد فقل إني صائم، إذا واحد يشتمك لا تجاوب، أقول له أنا صائم، يعني تحكم بغريزة الغضب، يعني لا تتحول إلى إنسان تنمسخ إلى حيوان بسرعة، رأسا شتمك شتمت تمرتين أو ضربك ضربت تمرتين، لا، بالعكس، أنت حاول أن تتحكم بغريزتك، لأن التحكم بغريزة الغضب هو سلم السيادة. فاليوم الأحنف ابن قيس يمشي، الأحنف ابن قيس يقولون كان إذا غضب تغضب معه 100,000 سيف، ما يسألوا عليه من غضبت. أقبل إليه رجل أمسكه من تلابيبه شتمه ما جاوبه، شتمه ما جاوبه. بالمرة الثالثة قال له إياك أعني، قال وعنك أعرض، أنا أعرف أنت تعنيني لكن أنا ما شتمك، ما أصير مثلك، ما أنزل إلى مستواك، بالعكس أنت مهما تشتمني أنا أحن عليك، أعطف عليك. هذا المعنى اللي يأخذ الشاعر العربي، يقول إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهنه علمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم. إذن الواقع الصيام يستهدف تهذيب النفس، تهذيب الغرائز، تهذيب المعدة، السيطرة على الإرادة، يعني الإنسان يكون عنده إرادة سيطر على غرائزه، هاي كلها أهداف إنسانية عامة. الإنسان هو الإنسان دائما تتحكم بمعدته، لذلك الصوم يعتبر فريضة عامة. عند الأمم اللي قبلنا تصوم واللي بعدنا تصوم وإحنا نصوم، الغرض شنو؟ إعطاء فترة للمعدة لتصلح، لأن المعدة بيت الداء. إصلاح الغرائز، غريزة الجنس عامة، إصلاحها عبر التأريخ، إصلاح غريزة الغضب. ولذلك صار الصوم شعيرة عامة. القرآن الكريم يريد يبين لنا أن الصوم علاج للإنسانية، مو بس لكم أنتم، لا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب بعدين لما احنا نعرف أن الصوم مو بس علينا مفروض، مفروض على الأمم كافة، طبعا نكون أسرع إلى الامتثال، لأنه كل ما تكون القضية عامة يكون الامتثال إلها أسرع، بعكس ما لو كانت القضية خاصة. زين.